السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في مطبخ أمينة شمس. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب الطحين ديال الغلمي معمر. بسم الله، غادي نتعرفوا على الطريقة والمقادير. عندي هنا الطحين ديال الغلمي، جوج طواحن، عندي بصلة مشلضة، عندي الرز مسلوق، عندي المعدنوس، عندي التوابل، عندي فلفلة حمراء، شوية ديال السودانية، قليل من الإبزار، الملح، الكمون، قزبر يابس مطحون. بسم الله، غادي نقطع اللحم طريفات صغار صغار بزاف. انتما كتشوفوا الهبره كتكون ما فيهاش داك الجلود، ولا محيدين لي هذاك الجليدات باش ما كيبقاوش قاصحين في المضغه، وكنقطعهم طريفات صغيورين بحال هكذا، صغيورين بزاف. ساليتها غادي نخلط معها التوابل دابا، وغادي نخلط مزيان. وغادي ناخذ الطيحان وغادي نقطعو من الجنب بحال هذا الشكل، هذا من الجهه اللي كتكون غليظه، وداك الرقيقه كنخليها هي لتحت. بحال هذا الشكل هذا كنبقى نحل، وكنحاولوا باش ما نتقبوش الطيحان باش ما يخرج لينا منه منين نعمره. ودابا غادي نعمرها، نتوما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا، كنعمر وكنتفع بيديا باش كتهبط داك العمارة، كتهبط تعمر لينا كاملة مزيان باش مكتبقى لنا شي بلاصة خاوية. هانتوما كتشوفو مع كنتفع هانتوما بحال هاد الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا، هانتوما دابا غادي نخيطو بالإبرة والخيط. غادي نجمع داك البلاصة اللي كانت محلولة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة.
هانتوما كتشوفوا، ها هو انا خيطته. منين كيتشوى راني كنجر الخيط غير كنجرو من الراس، كيمشي كامل كيتحيد في مره ما كيبقاش. دابا غادي ناخذ هذه المقله هذه، هانتوما كتشوفوا هذه راه زوينه بزاف، كتشوي كتشوي كطيبو على خاطرو غير العافيه كخصها تكون مهيله ما كتكونش مجهده. هانتوما كتشوفوا كنثقبو بالعود باش كيخرج داك الماء اللي داخل فيه وكيدخلوا الطياب بحال هكذا. وهي مني ما كيبقاش الماء كيسلم لنا عرفها طابت. وغادي نكب شويه ديال الزيت، 8 معلقه ديال الزيت بحال هكذا، وكنسد عليها وكنخليها طيب على خاطر. ها نتوما دابا هي ناشفه من الماء، ما بقاش كيسيل منها الماء، طابت. هذاك شويه ديال اللحم معجن اللي بقى لي مقطع درته حتى هو كيطيب. ها نتوما كتشوفوا انا كنقطع وحده تشوفوها، ما درتو في هذا الطبق التقديم، درت معاه بطاطا، الخيار، مطيشه مقطعين. هانتوما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو النهائي، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء الوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. دمتم في رعايه الله.